السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ واش كليتو شي شواك؟ كليتو شي بنشيتو؟ واش ساليتو الحولي ديالكم او لا باقا؟ في هذا الفيديو هذا غادي نقدم لكم واحد النهار مميز. وبديت الفيديو بالزوج ديالي فاش كان كيقطع لي اللحم بنشيتو، فبقاو معايا. وهنا البنات غادي نعمل الشوا او لا بنشيتو. انا طريقتي في تتبيل الشوا هي كنقطع واحد البصله او لا جوج بصلات شرائح بهذا الشكل هذا، شوية القزبر شوية المعدنوس مقطعين، واحد الحامضة عصير حامضة، وكنتبل بالملح، فلفل أسود، الكمون، سكينجبير أو الزنجبيل، الخرقوم أو الكركم، والقليل من التحميرة يعني فلفل أحمر الحلو. نوضع واحد الشريحة البصل بالشكل هذا، ناخذ اللحم يعني ما بين اي لحمه ولحمه. انا كيعجبني نوضع البصل بهذه الطريقه، هذه كيجي الصراحه البنات بنيين. جربوا ردوا عليا الخبر. ممكن انكم يعني ما بين لحمه ولحمه توضعوا الفلفل الاحمر او الفلفل الاخضر، يعني كل واحدة على حسب داك الشيء اللي كيعجبها. هذا الشكل هذا حسن المنظر ديالو، كيجي زويون. ندير دابا بصلة واللحم، ونزيد البصلة واللحم، ونزيد البصلة واللحم بهذا الشكل هذا، وكنختم بالبصلة هاد الشكل هذا. من بعد ما ساليت من طعم القطبان ديالي غادي نمشي نشويهم فوق الفحم. بهاد الطريقه هادي حتى المنظر ديال القطبان كيجي زويون وراقي، والمذاق كيجي بنين. من بعد ما طابوا البنات القطبان كيجي هذا هو الشكل ديالهم، مع واحد الكاس اتاي مشحر. ما نقول لكمش مذاق خيالي. من بعد البنات ما عملت لكم الشوا وفطرنا، بطبيعه الحال داك الشوا الفطور ماشي الغدا. الغدا غادي نمشي عند جارتي، ما عرفتش واش عرضاتني ولا عرضتها. عندكم البنات هي اللي عرضاتني مسكينه، فهي غادي تعمل لكم تقليه. فانا صورت لكم بعض اللقطات، وانا غادي نعمل واحد الطاجين ديال اللحم، وغادي نحضر معكم ايضا لا كلاص. فبقوا معايا لاخر الفيديو. كما كتشوفوا هنا كانت كتشحر ديك التقليه، عملت مع شويه ديال المصران، شويه ديال القلب، شويه ديال الكبده والدواره والامعاء. المصران هما هذوك الامعاء. هنا وضعت واحد جوج بصلات مقطعين الى قطع صغيره كما كتشوفوا. غادي تخلي الكل يتشحر مزيان. ضفت الملح، خلطات بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. وهنا غادي نضيف واحد حبه طماطم والقزبر المعدنوس. غتخلي الكل يتشحر، من بعد غادي تضيف التوابل وتمرق ديك التقليه اولا الدواره،
وتخليها تطيب. وهنا حكا ضافت واحد نص حامضة مصيرة، ضافت البنات حتى واحد جوج فصوصات ثوما محكوكين، نسيت ما قلتها لكمش. ايوا وصافي من لقات ديك الدواله وخليتها تطيب، وتا الاخير ضافت واحد شويه ديال الزبيب. قالت لكم كتعجبها الدواله بالزبيب، اما انا البنات فما كناكلش الدواله وما كتعجبنيش. اما دابا غادي نجوزو الطاجين ديال اللحم اللي غادي نحضر لكم انا. في واحد الطنجره خديت واحد الكميه ديال اللحم اللي غادي نطيب. صافي عملت القليل من الزيت النباتيه، وكما كتلاحظوا راني وضعت اللحم كيتشحر خليه يتقلى. من ثم راني ضفت واحد جوج بصلات كبارين قطعتهم الى شرائح كما كتشوفوا، خليه الكل يتشحر. وراني ضفت واحد جوج حبات طماطم مقطعين مع شويه الربيع شويه القزبر شويه المعنوس، نخلي الكل يتشحر. من ثم غادي نضيف التوابل. بعد ما عملت التوابل البنات مرقت الطاجين ديالي وعملت اللفت خليته يطيب. هنا ضفت واحد الكميه ديال الجزر اللي غادي تكفيني. دابا البنات غادي نحضر معكم لا كلاص بمذاق الفراوله اولا الفريز. فانا البنات شريت هذه العلبه هذه اللي الثمن ديالها 15 درهم، يعني لا كلاص جاهز. في اللور كاين مراحل يعني طريقه الاستعمال. غادي تاخذوا داك الساشي هذاك وتخويوه في واحد ربع لتر من الحليب، ماشي نسيطرو وانما غير ربع، واحد على ربعة كما كتشوفوا. هنا غادي نخوي الحليب، من ثم غادي نخوي داك الساشي هذاك بنكهة الفراولة كما كتشوفوا. من ثم غادي نطرب بالطراب الكهربائي لمدة 10 دقائق حتى نحصل على شكل كريمي، يعني حتى كنتحصلوا على شكل كريمة. من بعد ما حصلت على شكل كريمة بهذا الشكل هذا البنات، فأنا كانت عندي الفراولة في المجمد، كانت عندي واحد الكمية الفريز حتى في الطبيعة من المجمد العصائر وهذا، فأنا خديت ثلاثة الحبات خليتهم تطلقوا. من بعد هرستهم مزيان بالشوكة كما كتلاحظوا بهذه الطريقة هذه. من ثم غادي نضيفهم لاكلاص ديالنا أو الكريمة الفراولة بهذا الشكل هذا، وغادي نطرب مرة أخرى بالطراب الكهربائي. من ثم غادي نجيب واحد المول على شكل قلب ديال الكيك، غادي نعمر به هاد لاكلاص هذا. باش بعد ما عمرت المول بلاكلاص كما كتشوفوا هما جاو دوك الطروف هاد الفريز باينين، خليت واحد شوية عمرت به هاد المول السيليكون لولدي، وتا هاديك الدائرة عمرتها حتى هي لولدي. فانا غادي نخشيهم في المجمد يجلسوا تقريبا مده 3 سوايع عادي تاكلوا. من بعد ما طابت البنات تقليه وجد الغداء كيجي هذا هو الشكل ديالها. فزيناتها جاتي الحبيبه بالزيتون، وهذا هو الطاجين ديال اللحم اللي حضرت معكم البنات. خضرتو باللفت وخيزتو باللوبيا الخضراء وزينتو بالبرقوق واللوز والزيتون. وهذه البنات الصفه، غادي نصور لكم طبق الفواكه وطبق ديال لاكلاص كيفاش جا الشكل النهائي ديالو. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا جيم وتبارطاجيو لا فيديو، واللي ما مشتركاش مرحبا بها في قناه وصفات مغربيه وعالميه.